صباح الخير لكم مشاهدينا، منتابع لقاءاتنا من يوم جديد، وبلقائنا التالي بصرنا نستقبل معنا الفنانة التشكيلية باسكال مسعود، عضو الهيئة الإدارية بملتقى الألوان الفني، حتى نحكي أكثر عن المعرض يلي ابتدى ورح يضل لغاية بكرة بنحكي أكثر عنه. صباح الخير باسكال. صباح النور، يعطيك ألف عافية. ميرسي، الله يعافيك. بداية هيك إذا بدنا نحكي بشكل عام عن ملتقى الألوان الفني، خبرينا عنه ولأي درجة كمان هالملتقى هو مهم للفنانين خاصة بهيدي الفترة الصعبة يلي عم يمرق فيها لبنان. ملتقى الألوان الفني جمعية فنية تأسست من 2015، اجت الفكرة تنضم من جميع لبنان فنانين إن كانوا شعراء ولا موسيقيين ولا رسامين، فهو تشكيلي هالبيئة الحلوة الفنية، مش إنه بس فن رسم أو فن نحت، لا كل الفنون عم بيضم، وبيساعد الفنانين إنه شوي يحسوا حالهم موجودين، يتعاملوا مع بعضهم، ياخذوا من بعضهم ثقافات، كل واحد حسب بيئته، حسب يعني كل واحد فنه مختلف. فهالجمعة الحلوة بالملتقيات أو بالسيمبوزيوم بتخليهم يصيروا أكثر منفتحين، أكثر موسعين فنهم، يعني بينطلقوا أكثر للأبحاث. في عنا كمان أشياء تسقيفية، بنعمل دورات، بنعمل محاضرات، في ناس من برا بتجي بتعمل محاضرة باسم الملتقى، فهالشي هيدا بيكون يعني نحن بمطرح انه معين عم نساعد الفن بلبنان ككل والفنانين خاصة انه ينهضوا ويقدروا يثبتوا وجودهم. قد ايه مرقتوا بفتره صعبه خلال هالفتره يلي كل العالم مش بس لبنان ومش بس الفنانين، بس بشكل عام قد ايه بعدتوا عن هيدا الموضوع، وقد ايه هلا حابين تشجعوا الناس اكثر يرجعوا ما بعرف يركزوا شوي على الفن، لانه بالنهايه هي ثيرابي كمان بحد ذاتها الواحد يكون عم بيشارككم بالمواضيع الكتير يلي حكيت عنها. مزبوط، مرقنا بفتره انه كله صار فيرتشوال واونلاين، وحتى حكينا مقابله مع الاو تي في، كنت انا زوم ميتينج، ويعني كانت بس ضلينا بنشاط مستمر لو انه قلنا بعاد، يعني ضلينا باتصال مع الفنانين وننشر لهم اعمالهم ويضل في هالتعامل الحلو، لانه الثقافه والفن بلبنان هي وجه حضارتنا، يعني اذا ما نحن كنا المرايه الحلوه، فاهم شيء الفنون والثقافه بالبلد. باسكال محضرتي لنا صور ولوحات، نعم. رح نشوفهم هلا، خبرينا المعرض امتين ابتدى؟ مثل ما قلنا مستمر لغايه بكره، قد ايه الاقبال عم بيكون كبير؟ وما بعرف بظل هالضائقه الماديه والاقتصاديه اللي عم بمر فيها لبنان، بعد في عشاق ل اذا نقول الفن، وفي ناس بعدهم عم بيشاركوكم كمان الفن والفنون يلي عم تقوموا فيها والمعارض؟ هلا نحن بصدد نحكي عن المعرض اللي هو اسمه بريثر المتنفس، اجا متنفس لكل هال يعني الاشياء اللي مرقت عنا بحياتنا، فهلا نزلنا على الارض وهلا بلشنا انه هيدي لوحاتي هول اللي عم يبينوا هلا، نزلنا على الارض واجتمعنا، وكان مهرجان فني للصراحه، كان ب20 الشهر الافتتاح من كم يوم وباقي لبكره، أوكي. لبكره بالليل على الساعه 6-8، قد ما يجي ناس انه مؤخرين ما علي ننطرهم شوي زياده، والاقبال كثير منيح والمشجعين صورتي. الافتتاح كان بنشكر معالي وزير الثقافه على تشجيعه دائما، وبيكون حدنا لانه هو اللي يعنى بالثقافه وهو اللي لازم يكون ايد بايد معنا. القاضي محمد المرتضى، وكمان بنشكر سفير تونس اللي اجى كمان على الافتتاح، بوراوي الامين، وكمان اجى حضور مهم يعني كله من التيم تبع الوزاره والمدير اليونسكو السابق، وال يعني في كان ورئيس جمعيه الفنانين ميشيل روحانا ما بدنا ننسيه. وين عم تعرضوا؟ ونقيب الفنانين كمان كان حاضر مثل ما شفتي بالصوره دكتور نزار ظاهر. عم نعرض بإكزود الأشرفية العكاوي نزلت الخارجية. الإكزود كتير مكان حلو، بتحسيه هيك عنده حرارة، عنده دفى، بتحس الناس هيك كلها على بعضها بتعرف بعضها هونيك، وهن استقبالهم حلو بالنهاية ومطرح كتير كوزي.
يعني خاصة بهالتأس. كم فنان عارض؟ الفنانين العارضين هن فوق ال 45 صاروا، لأنه آخر دقيقتين يعني قبلنا ناس كمان رجعنا تنشجع. أكيد. وهيدا المعرض هو لتشجيع تلاميذ الجامعات المتخرجين جديد اللي انطلقوا جديد على الحياة الفنية، فخليناهم ينخرطوا مع الفنانين المخضرمين الكبار أو الفنانين اللي بعدهم جديد كمان منطلقين بالفنون. صار فيها الكومبينيشن الحلوة، يعني في أجيال فنية بهالمعرض. بريذر أكيد مثل ما قلتي هو متنفس، قديه بالفعل حسوا كل اللي شاركوكم بهيدا المعرض بهيدا الموضوع، وهل الإقبال كبير؟ هل في شراء؟ الشراء بعدها صعب كتير. من هيك أنا بدي ناشد من منبركم هوني إنه أقول بليز يا لبنانية تعوا شجعونا، نحن فنانين لبنانيين منشجع بعضنا كيف منشجع الصناعة الوطنية، كمان نحن فنانين لبنانيين بحاجة لدعمكم. إذا كل فنان يعني بعلوا لوحة صغيرة بأنه ما بيتمن العمل الفني إجمالا، هو إبداع يعني، بليز بدنا هيك نفهم الشغلة انه عم بتروحوا مثلا يمكن اللي قادر يشتري هل بالسوق، يعني الاسعار صارت غالية أكيد. مقارنة للوحة ما بقى غالية اللوحة، يعني اذا فيهم اهلا وسهلا بالجميع. بعد عنا اليوم وبكرة ونحن باقيين كل نهار اليوم وبكرة لاستقبالهم، وبالفعل اعمال كتير حلوة مثل ما قال معالي الوزير، اطلع قالنا اكيد شق الفنانين كتير مهم، بس التلاميذ اللي طالعين جداد أعمالهم رائعة وأعمالهم بتلفت النظر، وحسينا عن جد عنده بهالحكي يعني دعم لقلنا كلنا. كان في كذا، في تنوع كبير يعني، ولا كله نازل وصابي تحت فكرة بريذر وتحت يمكن الثيم يلي انتو عرضتوه، ولا كل واحد عنده الحرية وفي تنوع؟ يعني فينا نشوف عدد كبير من اللوحات، إذا أنا ما بحب الأبستريب يمكن شوف شي تاني يكون هيك حسب أنا ذوق الفني. أكيد اللوحات والأعمال الفنية كلها متنوعة، كل عمل فني بيحكي عن قصة، يعني في فرح في حزن في أمل، كل واحد راسم بطريقة معينة، ويمكن شفتوا الصور يعني هلأ اللي مرقوا كيف كل عمل بيحكي عن حاله، يعني لأن كل فنان عنده لمسته عنده ريشته، فإن شاء الله أنه كل واحد يجي ويتفرج وشو فيه ويعطونا رأيهم كمان لو ما اشتروا، بس أهلا وسهلا بالجميع. أكيد بدنا نتمنى لكم كل التوفيق، ومثل ما ذكرنا بعد في عندكم بكرة لكل اللي حابين يشاركوكم بهيدا المعرض إكزود، باقيين للساعة 6، ومثل ما ذكرتي كمان أكيد إذا في حضور أكثر رح تضلكم للساعة 8. مرسي. شو بتحبي تقولي بالختام، ولأي درجة كمان عم بتشجعوا الفن والفنانين يضلوا يرسموا لو يمكن ما في بيع هيدي الفترة، ويمكن فترتنا كتير صعبة، بس بضل يمكن في أشخاص ممكن يشجعوا الفنانين، شو بتحبي تقولي؟ بدي أقول أنه نحن بمجهودنا الخاص عم نقدر نعمل معارض، كل واحد بيدفع قيمة صغيرة تنقدر نعمل معرض حلو، من هيك نحن شجعنا بهالطريقة تنكون كلنا عم نساند بعضنا. بهالظروف ما عم فيهم يشتروا ألوانهم الفنانين، يعني شوفي لأي درجة في ناس بتقلي اف غالي، يعني أنا عم بعمل ألوان عقيدي تقدر كمان وفر على الفنان، فعم بعمل بأسعار كتير مقبولة ونوعية منيحة بذات الوقت، لأن نشتري السينة بيكون عم بيلالي اللون، إذا بيفهموا الفنانين اللي عم بيسمعوني اللون اللي منشتريه رخيص وبأسعار كتير رخيصة بالسوق بيكون ما منيح، يا بيكون خالصة مدته، بينما أنا عم بعمل هلأ الألوان فريش، يعني كل واحد بوصيني على ألوانه، والحمد لله صار عندي عدد معين يعني صاروا معودين على الألوان واسمهم باسكالرز، يعني كمان موجودين بالمعرض. هيدي دعايه للالوان هلا صارت. كتير بيستفيدوا كمان اكيد منه. اكيد يعني كمان ندعي الفنانين اللي بحبوا كمان يزوروا المعرض ويتعرفوا على الفنانين الموجودين العارضين، واذا بدهم يتعرفوا على الالوان. ميرسي لك باسكال، موفقين. ومثل ما ذكرنا بمعرض إكزود الأشرفية في عندكم بعد مجال لبكرة حتى تكونوا مع المعرض يلي هو تحت عنوان بريذر. يعطيك ألف عافية. Thank you. مشاهدينا رح نتوقف للحظات ومنتابع لقاءاتنا من يوم جديد.